لكن دعونا مصعد فريق الوحدات، هجم من الجهه اليمنى والقطع موجود من مصطفى ناظم والركله الركنيه حاضره، حاول مصطفى ناظم ابعادها الى رمي التماس ولكن حكم المساعد الثاني الاوزبكي اشار الى ركنيه وان الكره غادرت حدود الملعب. ركله ركنيه جديده لمصعد فريق الوحدات، التنفيذ عن طريق انس العوضات، انس ينفذ وكره راسيه وهدف التعادل، هدف التعادل لمصعد فريق الوحدات عن طريق مهند خير الله. مهند خير الله في غفله من دفاعات الفيصلي بكره راسيه في الدقيقه 35 ينجح بتحويل الكره الى داخل المرمى، هدف التعادل عن طريق قلب الدفاع. ما سجل القنبر، ما سجل العوضات ولا ابو طه ولا السريوا، من سجل مهند خير الله من ركله ركنيه. هذه الاعاده على العوضات بالركنيه ومهند خير الله من بين دفاعات الفيصلي ينجح بالارتقاء والتسديده الراسيه داخل المرمى وهدف التعادل لمصلحه فريق الوحدات. عادة من أكثر من زاوية، خطأ من دفاعات فريق الفيصلي.